بطولة من البطولات المميزة الكلاسيك اللي هو الشطرنج الطويل، اللي هو ده فعلا احنا بنعتبره الشطرنج المميز. كانت بطولة تنظيمها يعني على أعلى مستوى زي ما بنقول، مشاركة يعني تقريبا 100 لاعب في البطولة، حاجة قوية جدا، وفرصة للاعيبة الصغيرين والناشئين ان هم يحتكوا بالمستويات الكبيرة ولاعيبة أقوياء. في أكاديميات كتير اهتمت بتعليم اللعبة، أولياء الأمور لاحظنا الفترة اللي فاتت برضو في وعي كبير جدا، انتشار علشان يبعدوا عن الأندرويد والألعاب اللي هي بتضيع التركيز. كسبت أفريقيا تحت 12 في 2023، كنت تالت في أفريقيا 2019. أنا تأهلت أفريقيا 2023، كان في تصفيات ما بين 4 لعيبة، وكانت البطولة دي في زامبيا، فالحمد لله كسبتها. بدأت بطولة الجمهورية سنة 2020، خدت مركز 8، وكان دي بدايتي في الشطرنج، وبدأت أدخل بطولات واحدة في واحدة، بقيت بحب اللعبة أكتر. السنة اللي قبل اللي فاتت خدت تالت تحت 14 سنة، والسنة دي ما توفقتش في بطولة الجمهورية، بس إن شاء الله هتوفق في السنة اللي بعدها. مصر بلد الشطرنج ما شاء الله عليها، كلها هنا يعني ناس بتلعب شطرنج كتير كويس ما شاء الله، ودي الحمد لله بنشترك بطولات كتير هون بمصر، والبطولات رائعة، والبطولة ما شاء الله بتجنن، التنظيم ممتاز وكله على أحسنه ما شاء الله، والناس محترمة، الحكام كلهم كويسين الحمد لله، يعني الأمور تمام الحمد لله.